أهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة وبرنامجكم في المعمل المتخصص في التحاليل الطبية. أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم. كل عام وحضراتكم بخير وصحة وسلام، وأعاده الله علينا وعليكم وعلى مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والصحة والعافية. بنذكر بعض وبنذكر حضراتكم باستمرار دعم الأشقاء في فلسطين، لأن حرب طوفان الأقصى ما زالت مستمرة ولم تنتهي حتى الآن، وما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي بيقوم بالجرائم الوحشية في قصف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ وحتى المرضى والأطقم الطبية وحتى طالبين المساعدات الإنسانية، بيقصفهم بوحشية. وقد أدانت كل دول العالم وكل المنظمات الدولية هذه الجرائم واعتبرتها جرائم حرب، وعلى رأسهم محكمة العدل الدولية. إزاي ندعم الأشقاء في فلسطين؟ بحاجتين. الحاجة الأولى اللي هي الدعاء، وخاصة أن احنا مقبلين على شهر رمضان المبارك، يعني ندعي لهم عند وقت الإفطار، في صلاة التراويح، بعد السحور، قبل الفجر، في كل وقت متاح بالنسبة لنا ندعي أن ربنا يفرج هذا الكرب قريبا. والحاجة الثانية اللي ندعم بها الأشقاء الفلسطينيين هو استمرار المقاطعة لكل المنتجات الإسرائيلية وكل العلامات التجارية اللي بتدعم إسرائيل. مشاهدي الكرام، الكلى هي عضو هام من أعضاء الجسم، وحاليا نحن في شهر مارس وهو يوافق اليوم العالمي للتوعية بأمراض الكلى. وظيفة الكلى الرئيسية هي تنقيط الدم من الفضلات وعزل هذه الفضلات وإخراجها في مجرى البول. أحيانا بيصيب الكلى بعض الأمراض، وللاطمئنان على صحة الكلى في القيام بوظائفها الرئيسية بيتم إجراء تحاليل وظائف الكلى. للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور عبد الناصر حسن، استشاري التحاليل الطبية ودكتوراه التحاليل الطبية من جامعة الإسكندرية، مدير معمل برج العرب للتحاليل الطبية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك. في البداية عايزين يعني نوضح للسادة المشاهدين، نقول لهم إيه هي الكلى وإيه هي الوظائف اللي بتقوم بها في جسم الإنسان. هو زي ما نوهت حضرتك إن يوم 10 مارس بيبقى اليوم العالمي للكلى. ده بس لأهميتها وعلشان التوعية بالأمراض بتاعت الكلى وإزاي نحمي نفسنا منها والوقاية منها. فالكلى يعني عضو يعني مهم جدا بالنسبه لليه لصحه الانسان. تمام، ربنا خلق لنا كليتين، يعني ده من الاعضاء القليله اللي هم بيبقوا ايه عضوين يعني فيهم. فالكليه احنا لازم بنحافظ عليها. طبعا عشان احافظ عليها لازم الاول بس اقول هي فايدتها ايه او بتشتغل ازاي. يعني احنا الدم اللي هو في جسم الانسان اللي هو حوالي 5 لتر، تمام، بيمر على الكلى دي حوالي 25 مره في اليوم الواحد. في ال 24 ساعه بيمر عليها 25 مره. يعني الكلى بتعمل تصفيه وتنقيه للدم ده حوالي يعني 200 لتر في اليوم، حوالي 200 لتر. يعني وكانها كده مصفاة، مصفاة الدم بيعدي منها. بس مصفاة هي كل كلى فيهم فيها يعني مليون مصفاة صغيره اللي احنا بنقول عليها النفرون، سبحان الله، او اللي هي الوحده اللي هي اللي بترشح الدم. هي مش فايدتها بس ان هي بترشح وتشيل الفضلات منها، لا، ده هي كمان بترجع الايه العناصر المهمه جدا للايه للجسم. مش بس كده، لا، ده بتفرز هرمونات برضه وتتحكم في الضغط، وبتبقى ليها علاقه بالعناصر اللي موجوده في الدم وتتحكم في النسب ان هي تبقى طبيعيه. يعني بتعمل توازن في الاملاح، توازن في العناصر. تمام، فهي ليها دور مهم جدا. ده كشغلها. ايه بقى الامراض اللي ممكن تصيب الكلى؟ هي الكلى كأمراض نفسها أو أمراض مرتبطة بيها بتأثر عليها. يعني احنا عندنا الكلى مثلا نفسها رقم واحد اللي هو الفشل الكلوي. تمام، الفشل الكلوي دوت رقم واحد، يعني الكلى خلاص وقفت ما بتشغلش. تمام، في بعد كده حاجات تانية زي التكيسات مثلا موجودة في الكلى، حتى الحصوات اللي هي موجودة في الكلى دي بنعتبرها مرض في الكلى. الالتهابات، سواء الالتهابات اللي هي المسالك البولية، تمام، أو الالتهابات اللي هي في النفرون نفسه اللي هي وحدة التصفية نفسها اللي هي بتعمل
تنقيه من الايه، من الشوائب دي ممكن تصاب بالالتهابات. فدي امراض للكلى، لكن هي الكلى نفسها مرتبطه بامراض اخرى، ودي برضو اللي هي ايه مديها اهميه شديده. يعني دي كده مجموعه الامراض اللي ممكن تصيب الكلى نفسها تصيب بدون الكلى. اي مؤثر خارجي بدون لكن أي مؤثر في امراض ثانيه يا دكتور ممكن تؤدي الى يعني مشكله في الكلى. ايه ممكن امراض زي ايه مثلا يا دكتور؟ في الامراض اللي هي مرتبطه بالكلى للاسف اللي هي الامراض المزمنه زي السكر تمام، وزي ارتفاع ضغط الدم. الاثنين دول اكتر عاملين بيأثروا على الكلى، اكتر عاملين بيأثروا على الكلى. برضو في بعض الامراض المناعيه زي مرض الذئبه مثلا، مرض الذئبه برضو بيعمل نفس الكلام. برضو احنا حصوات الكلى احنا بنقول ان هي بتصيب الكلى، بس في نفس الوقت بتضر الكلى. يعني لو حصل تكلس في الكلى خلاص هي وقفت، ما بقاش ايه فيها ايه الوحده اللي هي بتعمل ترشيح للايه للدم، وتؤدي لان هي تبدا الكلى تفوت، بنقول بالعربي كده او بالبلدي ان هي تفوت، تبدا ينزل الزلال منها، يبدا الدم ينزل زي منها. زي ما يكون معاك مصفى كده بس بتفوت بقى، تبدا العناصر تتلخبط، ما بتقومش بوظيفتها بكفاءه. بالظبط كده. بس دكتور احنا عايزين برضو يعني ننوه شويه عشان برضو الناس ما تخافش، لان في يعني ملايين الناس عندها مرض سكر، وملايين الناس عندها مرض ضغط الدم. ايوه. فنقول اللي هو اللي ما يمشيش على العلاج المظبوط او يعني ايه ما يمشيش على الخطه العلاجيه، حضرتك مش معنى ان احنا بنقول دي مضاعفات، دي مضاعفات للامراض دي، يعني مضاعفات لمرض السكر او الضغط انه يحصل مشاكل في الكلى، ان معناها لازم تحصل. لا، هو بيحافظ عليها. يعني انا السكر لازم برضو ما اهملش فيه، لازم اقيس كل فتره السكر التراكمي. احنا بنقيس السكر التراكمي كل 3 شهور، ما خلوش يعدي 7، يعني اخليه 6.5، 7، اقل من 6.5 تمام. ده بالنسبه لمريض السكر تمام. لازم احافظ برضو في الغذاء اللي هو ايه بيتناوله، الدهنيات، السكريات، النشويات، كل الحاجات دي، البروتينات. يعني هو المريض سواء مريض ضغط او مريض سكر اللي هو ماشي على تعليمات الطبيب يعني ممكن، لا خلاص بيحافظ ربنا عليها، يحفظه من الاصابه بفشل الكلى. حتى لو مش مريض سكر، هو الانسان الطبيعي المفترض ان هو بيمشي على الايه، لان بعد سن ال 40 برضه احنا عندنا 1,000,000 مصفى موجوده في كل كليه. المليون مصفى دول مش هيفضلوا بنفس الايه الحاله بتاعتهم طول العمر، ده بعد سن ال 40 بتبدا الايه الكفاءه تقل، بتبدا كفاءتهم تقل. طب دكتور ده ياخدنا لحاجه اللي هي التحليل الطبي. يعني انا مثلا كشخص او اي شخص عادي يعني امتى يروح يطمن على الكليه بتاعته؟ هل مثلا في مرحله عمريه معينه؟ هل مثلا لو شعر باعراض معينه؟ نقول الاثنين، نقول لو امتى لو او ايه الاعراض لو شعرت بيها ابدا اروح اطمن على الكليه بتاعتي. قبل ما اقول لحضرتك الاعراض، بس احنا مش لازم ان الاعراض دي تظهر عشان نبدا نحلل او نبدا نشوف هل في خلل في الكلى ولا لا، لان للاسف الكلى من عضو يعتبر المرض اللي بيجي له صامت، زي برضه الضغط. يعني ممكن واحد يجي فجأة يحلل يلاقي ان الكلى عنده فشل كلوي وليكن، لا قدر الله، بدون اي اعراض سابقه، بدون اي اعراض بتيجي، لا الاعراض هتظهر مره واحده عنده بتظهر، بس دي ما كانتش يعني وليده اللحظه، دي تراكميه. يعني ان الاعراض دي كانت صامته مش ظاهره عليه، مش ما بانتش الاعراض، يعني بدا يظهر او اعراض مثلا عاديه هو ما شكش فيها، زي اجهاد وتعب مثلا. يعني الاجهاد والتعب، فقد الشهيه مثلا، دي كلها ايه اعراض. طبعا الم الجنب، كله بيشتكي من الم الجنب. للاسف في ناس برضو ايه بتخلط ما بين الم الجنب ما بين الم الظهر والم الجنب الناتج على الكلى. فالشخص اللي زي ده بنقول له مثلا لو الالم اللي انت بتحس بيه ده على فترات متواتره، مثلا لو انت نمت على ظهرك ولقيت ان مفيش الم او الالم راح، ده غالبا بيبقى بسبب الضهر، بس لازم برضه يستشير الدكتور. طب دكتور احنا يعني ايه عايزين هنعرف من حضرتك ولكن بعد الفاصل، ايه التحاليل الدوريه اللي الشخص يقوم بها للاطمئنان على الكليه بتاعته بحيث ما لا يفاجئ باي امراض لا قدر الله او اي اصابات خطيره تضر الكلى؟ مشاهدي الكرام، نعود لكم بعد فاصل قصير نعرض فيه بعض المعلومات عن معمل برج العرب للتحاليل الطبية في هذا التقرير. معمل برج العرب للتحاليل الطبية. يقدم معمل برج العرب خدماته في مجال التحاليل الطبية بأنواعها المختلفة، وتشمل تحاليل أمراض الدم، الطفيليات والديدان، تحاليل المزارع البكتيرية، تحاليل الهرمونات والمناعة، التحاليل الكيميائية، تحاليل الفيروسات التنفسية والكبدية، تحاليل دلالة الأورام،
تحاليل متابعة مرضى الكبد ومرضى الكلى ومرضى القلب، تحاليل السكر والدهون والكوليسترول، تحاليل السمنة والنحافة، تحاليل الفيتامينات والمعادن وتساقط الشعر، تحاليل الكشف عن المخدرات، تحاليل العقم وتأخر الإنجاب والإجهاض المتكرر، تحاليل متابعة الحمل وتحاليل الصفراء وغيرها من أنواع التحاليل. يستقبل معمل برج العرب عملائه لسحب العينات في مقره الرئيسي ببرج العرب أمام مستشفى برج العرب الجديدة محافظة الإسكندرية، ويوفر خدمة الزيارات المنزلية وسحب العينات من العيادات وأماكن العمل لجميع الأعمار، ويسلم النتائج لمعظم التحاليل في نفس اليوم. يستخدم معمل برج العرب أفضل الأجهزة المعملية كجهاز عد الدم بالكمبيوتر CBC وأجهزة قياس السيولة BT وBTT وجهاز فحص السائل المنوي بالكمبيوتر CASE كازا وغيرها من أحدث الأدوات وأجود الكيماويات في إجراء التحاليل بواسطة فريق عمل مدرب وعلى مستوى متميز من الكفاءة والخبرة تحت إشراف دكتور عبد الناصر حسن المدير الطبي للمعمل. يحرص معمل برج العرب للتحاليل الطبية على توفير كل ما يلزم لخروج نتائج التحاليل سليمة ودقيقة وسريعة وبأسعار مميزة، ويقدم المعمل الكثير من العروض والخصومات في المناسبات المختلفة، ويرحب بأعضاء النقابات والأندية والشركات وجميع التعاقدات. أهلا بكم من جديد دكتور. قبل الفصل كنا بنسأل على التحاليل الدورية اللي أي حد يجي لحضرتك المعمل علشان يطمئن على نفسه، ممكن تكون إيه التحاليل دي؟ إحنا زي ما قلنا الأعراض اللي هي خاصة بالمرض للكلى، تمام، بنقول إن مش لازم الإنسان يستنى لما العرض دي تظهر عشان يبدأ يحلل ويطمن على الكلى. كويس، تمام، لأن الوقاية خير من العلاج طبعا. إحنا الإنسان السليم بيعمل تحاليل دورية وبيطمن فيها على الكبد وبيطمن على السكر وبيطمن على صورة الدم الكاملة، يشوف الأنيميا، يشوف المناعة، لازم معهم وشيء أساسي يعمل وظائف الكلى، لأن زي ما قلت لحضرتك إن ده مرض صامت بيظهر فجأة، تمام، وفي نفس الوقت هو متعلق بالأمراض الأخرى المزمنة، فصاحب المرض المزمن ده لازم برضو يطمن على إيه نفسه كل فترة إن هو يعمل تحاليل يطمن على وظائف الكلى. كويس، يعني دلوقتي يا دكتور لو شخص سليم يعمل تشيك اب على نفسه ومن ضمنها يخلي في وظائف الكلى، لازم اساسي يعمل وظائف الكلى، دي بتبقى الحاجات الاساسيه. طيب لكن حد بقى اشتكى من اعراض وراح للطبيب والدكتور كتب له تحاليل خاصه بالكلى، ايه هي التحاليل الخاصه احنا بالكلى؟ اولا الانسان السليم هنقول له برضو الاول يطمن ازاي، لان هو دايما بيقول مثلا طب انا احلل تحليل بول ولا تحليل دم عشان اطمن على الكلى، هو بيحلل الاثنين، ما ينفعش اقول مثلا بول كفايه انا ما لقيتش فيه زلال مثلا او ما لقيتش في كرات دم حمراء او صديد، خلاص هي اللي هي الحاجات اللي المفروض ما تنزلش في البول، يعني احنا لما بنبص في تحليل البول بنطمن ان الحاجات اللي كان المفروض الكليه ترجعها تاني. حاجات زي ايه؟ زي الزلال، البروتين. كويس. المفروض ان في حاجات معينه هي بتطردها، الفضلات اللي احنا بنقول عليها الفضلات دي بتطردها في البول، يعني البروتين. وكمان البروتين ده المفروض ما ينزلش في اللي هي في لو البول. نزل يبقى كده في مشكله في الكلى، يعني الكلى مسربه يعتبر. كرات الدم البيضاء او اللي احنا بنقول عليها الصديد، تمام، كرات الدم الحمراء، واحيانا كرات الدم الحمراء دي مثلا تكون بسبب حصوه برضه. ده بيدل الدكتور هيعمل كده تحليل بول. يعمل تحليل بول، تحليل الدم بقى. بيعمل اول حاجه اللي هي مهمه جدا في التحليل الروتيني اللي هو الكرياتينين. الكرياتينين ده المفترض برضو من الفضلات اللي هي مفروض بتتقلص منها الكلى وما يزيدش نسبته في الدم عن نسبة معينة، النسبة ديت يعني بتتفاوت أو بتتراوح من 1 لـ1.2، بتفرق طبعا من على حسب السن وعلى حسب برضو الجنس نفسه ذكر أو أنثى أو طفل صغير، تمام، فالرقم ده لما بيزيد يبقى كده في مشكله او في خلل حصل في الايه في الكلى. يبقى حضرتك عشان خاطر يعني فاهم الناس برضو، الناس ممكن يقول لك ايه علاقه تحليل البول او الدم بالكلى، فنقول لا لو بترشح. مثلا وجد مثلا البروتين او وجد الكرياتينين او بعض العناصر المفروض الكلى ما تنزلهاش، لو نازله في البول او في الدم يبقى اذا هنا في مشكله في الكلى. وفي نفس الوقت الحاجات اللي هي المفروض ترجعها للدم ديت ما تبقاش ايه موجوده في البول، تمام، اللي احنا بنقول عليها دي. وفي نفس الوقت الفضلات اللي المفروض ترشحها من الدم وتطردها بره
يعني وتسيب نسبة صغيرة في الدم ما تزيدش عن النسبة اللي هي معروفة. فهو هتلاقي عندك حضرتك لما بيعمل تحليل في المعمل ولكن بيعمل اللي هو وظائف الكلى الكرياتينين والبولينا كويس. بيلاقي البولينا في اللي هو النورمال رينج اللي هو مثلا ايه لغاية 45 فوق 45 بتبقى كده ايه زادت البولينا او فوق 1.2 زاد الكرياتينين وبرضو الحمض الايه البوليك اللي بنقول عليه برضو النقرس او بنقول عليه اليوريك اسيد. الثلاثة دول مرتبطين برضو بكفاءة الكلى وبشغلها يعني ممتاز. يعني ده للتحاليل اللي هي ايه روتينية العادية اللي هو سليم او غير سليم تمام. طيب بالنسبة لواحد عنده امراض مزمنة لا انا مش هستنى لما الزلال ينزل عنده انا هستهدف ان انا اشوف نسبة الزلال زي مرضى السكر او مرضى الضغط مثلا بالظبط كده هستنى اشوف لا الزلال بنسبة قليلة بنعمل تحليل اسمه ماكرو البومينوريا بنشوف لو نسبة زلال صغيرة جدا يعني بدأت تتأثر الكلى علشان ياخد الاحتياطات بتاعته والدكتور اللي بيتابعه يديله العلاج المناسب. طيب انا دلوقتي مثلا لقيت في البول مثلا الصديد تمام يعني في التهابات والالتهابات دي لقيتها متكرره مثلا ده بالنسبه للسليم. طب ما انت هتأثر على الكلى بعد كده انت كده بتضر الكلى في النهايه لازم ابدا ادور على العلاج من دلوقتي فبدور على العلاج يعني كويس. ممكن التهابات المكرره بنعمل له مزرعه للبول بنشوف نوع الميكروب اللي عنده ايه البكتيريا اللي موجود عنده اللي بسببت التهابات لو هو عنده ايه مشكله فيها بياخد علاج ليها علشان كتر الالتهابات برضه في النهايه هيؤدي الى ايه الى تاثر الكلى ومرض ايه للكلى مؤثر فيه تمام بالنسبه للتحاليل برضه الناس اللي هم بنقول عليهم عندهم امراض مزمنه وضغط دم بنشوف برضه نسبه الزلال نشوف حاجه اسمها البروتين كويس. تمام اللي هو دكتور يعني ايا كان بقى المريض سواء مريض او حد جاي يعمل تشيك اب على نفسه او طبيب موجهه للمعمل جاي يعمل تحليل وظائف كلى تمام او مجموعه الكلى الكامله يعني هل في تحضيرات معينه ولا يجي المعمل دايركت ممكن يصوم يمتنع عن حاجه ولا هي ملهاش اي تحضيرات يعني انا قبل ما اقول لحضرتك الصيام لازم اقول لحضرتك ان في حاجتين في تحليل الوظائف الكلى دول بيتاثروا من الاكل والشرب يعني البولينا دي لو في بروتينات زياده اكل البروتينات زياده لان هي بتنتج من تكسير البروتين اللي بياكله الجسم فهتبدا نسبتها تعلى في الناس نفس الكلام بالنسبه للنقرس النقرس برضو البقوليات بتعلي نسبه الايه اللي هو حمض البوليك فلازم يكون صايم من 6 ل 8 ساعات كويس. يجي صايم من 6 ل 8 ساعات يعمل الثلاث تحاليل دول. طب التحاليل دي بتظهر نتيجتها في نفس اليوم ولا ممكن تتأخر؟ بتظهر في نفس اليوم ما بتاخدش وقت وتحاليل بسيطه يعني ما بتاخدش اكتر من ايه من ساعتين يعني. تمام. طب دكتور بالنسبه بقى يعني احنا دلوقتي زي ما حضرتك ذكرت ان احنا ايه مش عايزين بقى نوصل لمرض الكلى عايزين يعني حضرتك تنصح نصايح للساده المشاهدين تمام. ازاي يحافظوا على الكلى بتاعتهم هناخد النصايح دي بعد فاصل قصير مشاهدي الكرام فاصل قصير نعرض فيه ملخص ما دار في هذه الحلقة عن موضوع تحاليل وظائف الكلى في هذا التقرير تحاليل وظائف الكلى الكليتان هما عضوان على شكل حبة الفاصوليا يقعان على جانبي العمود الفقري أسفل القفص الصدري مباشرة وظيفتهما الرئيسية تصفية الفضلات والمعادن والسوائل من الدم والتخلص منها بإخراجها مع البول وللتأكد من كفاءة الكليتان في القيام بوظائفها يتم إجراءات الاختبارات الآتية 1- تحليل البول 2- قياس نسبة الكرياتين في الدم والبول 3- قياس معدل الترشيح الكبيبي GFR 4- تحليل مستوى نيتروجين يوريا الدم التحضيرات اللازمة قبل إجراء التحاليل قد ينصح الطبيب بإيقاف بعض أنواع الأدوية والأعشاب يفضل الصيام وإذا تعذر الصيام فيجب الابتعاد تماماً عن البروتينات تجنب ممارسة الرياضة البدنية الشاقة خلال فترة جمع البول يجب أخذ العينة صباحاً قبل الإفطار عندما تفقد الكلى وظائفها بنسبة 90% تتراكم مستويات ضارة من السوائل والفضلات في الجسم ويحدث الداء الكلوي ويحتاج المريض إما غسيل كلى أو زراعة كلى للبقاء على قيد الحياة تتطلب زراعة الكلى إجراء اختبارات تطابق الأنسجة لمعرفة ما إذا كان المريض والمتبرع متطابقين مع بعضهما وبالتالي إمكانية إجراء زراعة الكلى بشكل آمن هذه الاختبارات هي تحديد فصيلة الدم من الأفضل تطابق الفصيلة التنميط النسيجي مستضدات الكريات البيضاء HLA من الأفضل تطابق نوع الأنسجة
اختبار التلاؤم، الأجسام المضادة لمستضدات الكريات البيضاء لتحديد هل المريض يحمل الأجسام المضادة لمستضدات الكريات البيضاء في جسم المتبرع. المطابقة التبادلية سيرم كروس ماتش، وتكون بخلط خلايا من المتبرع بمصل المريض لتحديد ما إذا كان مصل المريض يحتوي على أجسام مضادة ضد خلايا المتبرع من عدمه، ما يساعد على فشل أو نجاح عملية الزرع. أهلا بكم من جديد. دكتور، قبل ما نقول النصايح الخاصة بالوقاية من أمراض الكلى، عايزين نعرف المشاهد بمعمل برج العرب موجود فين، بيخدم أي منطقة، التحاليل المتوفرة فيه، الأجهزة. زي ما حضرتك يعني في كان معروض في الفيلم اللي منوه دوت، احنا عندنا كل التحاليل موجودة. تمام، المعمل بيبقى موجود في مدينة برج العرب الجديدة أمام مستشفى برج العرب العام. المعمل بيعمل كل التحاليل اللي هي خاصة سواء بالكيمياء الدم أو بدلائل الأورام أو يعني كل فئات التحاليل متوفرة. كل هل المعمل ليه فرع واحد ولا أكتر من فرع؟ حاليا في فرع رئيسي في مدينة برج العرب، وقريبا إن شاء الله في فرع جديد هيكون في اللي هي العامرية إن شاء الله في مدينة العامرية. المعمل موجود في منطقة برج عرب بالإسكندرية، دي منطقة صناعية، هل مثلا في تعاقدات مع شركات مع مصانع؟ طبعا في زيارات بتتم. طبعا هو المعمل متعاقد مع شركات للتأمين، الشركات التأمين دي متعاقدة مع شركات ومصانع والجامعات الخاصة هناك، وبرضو في مع النقابات ومع المؤسسات اللي هي المختلفة متعاقدين معهم وبنعمل خصم ليهم. بيأدي برضو خدمة لحتى المصانع في تحاليل دورية بتبقى للعمال نتيجة مثلا عايز يطمن على الكابل نتيجة استنشاق مواد ضارة أو بيشتغل في منتجات بيخاف على صحة العمال بيها. تمام. أو بيطمن عليهم من ناحية مثلا زي تحليل مخدرات وخلافه يعني. طيب دكتور، دلوقتي لو أنا عايز أعمل تحاليل وظائف الكلى، إيه اللي خليني أروح معمل برج العرب ما أروحش معمل غيره؟ إيه المميزات اللي موجودة في معمل برج العرب؟ الحمد لله يعني سمعة المعمل من ناحية دقة النتائج. تمام، دي طبعا أكتر حاجة بتشغل أي واحد إن هو بيدور حتى لو ما فيهاش يعني مجاملة. أكيد. يعني ما فيهاش حد هيجامل ان انا دلوقتي عايز اطمن على صحتي وانا مش واثق يعني في نتيجة. مدى كفاءة فريق العمل والإدارة والخبرة؟ طبعا في فريق مدرب ومؤهل. يمكن هتبص لو حضرتك اي حد بيروح المعمل بيلاقي ان اقل واحد موجود بيبقى فاهم وعنده خبرة ودراية بنوع التحليل، علشان دي حلقة لو دخل فيها حد. تمام. ماشي، ممكن يبوظ النتيجة اللي هتطلع نهائية، لأن كل خطوة فيها لازم تكون دقيقة. ممتاز. جدا. دكتور، قبل ما نختم هذا اللقاء الشيخ مع حضرتك، نصيحة للمشاهد إزاي يحافظ على كليته بالأخص في رمضان في أوقات الصيام، نصيحة. تمام. سريعة. طبعا هو في الصيام احنا عندنا طبعا بنسبة كبيرة جدا. تمام. بيركزوا على الأكل في الصيام. طبعا شهر ده شهر عبادة وشهر صيام وشهر تأمل، شرب المية في الفترة بين الصيام. فهو طبعا يعني احنا الاكل السكريات الكتير او الدهون الكتير، السكريات المركزة دي غلط طبعا. تمام. في نفس الوقت انت عايز تعوض فترة النهار كلها، فترة بين الفطار والسحور. لازم تشرب اللي هي 3 لتر اللي هم مطلوبين منك بالنهار، وتقليل الاملاح وغيرها. هذه نصائح الغالية. مشاهدينا الكرام، نختتم هذا اللقاء ويسعدنا في نهايته بنشكر الدكتور عبد الناصر حسن استشاري التحاليل الطبية ومدير معمل برج العرب للتحاليل الطبية، وبشكركم مشاهدي الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.